الأمة الفئام من البشر. إبراهيم هذا الرجل كان أمة، أي أمة في الخير، قدوة في الخير، أمة في رجل. من إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمامته في الأخلاق القويمة والصفات الكريمة، فقد ذكر الله عن إبراهيم عدداً من الصفات والأخلاق: إن إبراهيم لأواه حليم. استخرج صفتين من صفات إبراهيم في هذه الآية: أواه، والأواه هو الرجاع، الرجاع بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم لأواه، وأيضا حليم، والحلم هو من أهم صفات الداعية إلى الله عز وجل، حلمه بالمدعوين، ولهذا حلمه بأبيه وبابنه وبقومه وبذريته وبنمرود وبغيرهم وبالمشركين. ثم بعد ذلك الإنابة: إن إبراهيم حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه ثلاث صفات من صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو إمام في الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فما أولانا أن نتأسى به. وكذلك كانت هذه صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته وأخلاقه وشمائله اليقين، اليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الشاهد: قال بلى، أولم تؤمن، قال بلى، ثقة، يقين مطلق بالإيمان بالله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى، لكن يريد شاهدا حسيا وعمليا: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه جرت أيضا مجرى الأمثال. لو تقول مثلا لابنك قد فعل شيئا قال: ألا تثق بي يا والدي؟ تقول: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فتطالبه بالإثبات المحسوس والدليل العملي. ومن صفات إبراهيم الرشد والرشد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من صفاته الصدق والنبوة: إنه كان صديقا نبيا، والصديق أعلى من درجة الصدق وحده. الاحتفاء: احتفاء الله به: إنه كان بي حفيا، والتعبير العظيم الجليل: ومن كان الله به حفيا فلا يبالي بغيره. القنوت: القنوت. إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني قدوة في الخير، أمة، لا يقال رجل، إبراهيم أمة. عدد من الناس، الأمة الفئام من البشر. إبراهيم هذا الرجل كان أمة، أي أمة في الخير، قدوة في الخير، أمة في رجل، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شكر النعم شاكرا لأنعمه، الاجتباء الهداية، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الاصطفاء والصلاح: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن الوفاء: وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، وهي صفة عظيمة تعني الوفاء بمعناه العام أو الوفاء بمعنى الكمال والتمام، أي أتم ما أمر به من تبليغ الرسالة والشرع والقيام بالأوامر والنواحي. هذه الإمامة في الدين أيها الأخوة.